5 دي سي كيف كيف في نفس الموديل، المصب نتاع الزيت يجي هنا والبلف التبخير يجي من الخلف من هنا. هذه يعني زوز موديلات يعني اللي وريته لكم الاول، هذاك يركب على الكاشكاي ويركب على انواع من السيارات، وهذا يركب على الميغان والكليو اللي هو 1.5 دي سي اللي هو مصب نتاعو الزيت منه فيه، والاخر في الجنب. هذا بلف التبخير نتاعو يجي هنا، هذا بلف التبخير نتاعو.